طب بمناسبه المستقبل بقى، نحب نتكلم عن الحلاقين في المستقبل. يعني في مهن معينه اكيد هتختلف تماما في المستقبل. بمناسبه الحلاقين في المستقبل، بالنسبه لدورك في مسلسل النهايه، فاحنا لاحظنا ان الحلاقه في المستقبل اختلفت. كلمنا كده، انت ازاي كنت متصالح مع الفكره دي، وجت منين وحلاق المستقبل يعني؟ بص انا لما رحت المسلسل فالاحداث ايه في 2030 تقريبا، حاجه كده. تمام. في 2030 دي كور على الدماغ على طول، دي معروفه خلاص. 2050 يعني. فانا مش يعني كل الناس عمال اقول لهم طب بصوا في قصه لا فلان عاملها. طب في قصه لا فلان عامل، فلقيت كل في المسلسل. انا رايح بقى، انا رايح ضيف في المسلسل اصلا. فقلت لهم طب انا يعني اعمل ايه؟ فجالي الكوافير قال لي نعمل ايه؟ قلت له معاك بتاع ده، معاك اساتك يا راجل؟ قال لي قلت له انا هعمل راستا. قال لي راستة ايه؟ انا ده شعر قصير. قلت له ما انا عارف ان شعر قصير، انا عايزك بقى ما دي راستة المستقبل. انا عايزك تعمل لي شعري ده باساتك. تمام، وتعال نشوفه مش هنخسر حاجه. فطلع بالشكل ده. هو كان جامد على فكره، الكاركتر كان جامد، عجبني. لا حلو جدا. انا فجاه لما عمل ده كده فلقيتني في حاجه مختلفه.